هو ده اللي بيديه في التغيير. الشيف الشيف كنزي تشرح لنا طريقة عمل المحشي. يلا يا شيف كنزي لازم تتكلمي عشان المشاهدين بيسمعوك. ايوه انت اللي عملتي ده كله؟ ايوه الله ما شاء الله ما شاء الله. ايوه عارفه لو طلع مظبوط ما شاء الله والله كويس، بس الكلابز كبير عليه. الكلابز كبير بس. يلا كمان واحده. سيبها هي هتعمل بايديها. يلا ايوه واحد شمال ما شاء الله، واحد يمين. اتعلم بسرعه. الشيف كنزي في المطبخ. يا كمان واحدة ولا كفاية؟ كفاية؟ لا تعال نفتحك شوية في المطبخ، تعال نوريك الشيفات. أصغر شيف في العالم. إيه؟ أنا أصغر شيف في العالم. تعال معايا. الشيفة عندها 8 سنين؟ أيوة. يلا بينا. تعال 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 مرونا عشر شوية جمبري. هعمل أي حاجة تانية. أنت خايفة منه؟ وريها بيتعشر إزاي، وريها. بصي أنا خايفة منه. لا ما بيعضش. لا شوف حاجة تانية. شوف حاجة تانية. تعرفي تعملي الرز؟ هنوديكي تعملي الرز. يلا بينا. اللي بالسلطة. معاها كلام في صيني. هو معلومة ورده نفسه. ها هو معلومة هذا. أيام شاوي ها ها. هو معلومة ورده. قولوا له إيه ده؟ قولوا له إيه ده؟ اسأليه. إيه ده يا شيف؟ اسأليه. إيه ده؟ أي صمت؟ ده حمص بيستو. يعني ده حمص حط عليه صوص بيستو بقى أخضر كده. هيجي يعمله قدامك. ها؟ اتعلمي عشان انت هتتعيني هنا. انا عينك. انا اديكي 1000 ريال. تنفع سلاري. ها؟ بعدين. اجي كل يوم مع ماما اشتغل هنا. ايه تعمل ده؟ انا مركب حضرتك. انت يلا الزبون مستني. الزبون انت كده هتاخر على الزبون. تعلمي. ايوه. الشيف ده كويس؟ تنفع نخليه معانا؟ كويس. ها؟ حط زيت زيتون اهو. الله شوفي شوفي. تعرفي تعملي كده؟ اديها استنى اديها تعمل واحدة، اديها تعمل الأخيرة. اديها تعمل الأخيرة. شوف. ليش ما اديتها؟ أنا هعمل واحدة كاملة. شوفي كانت عايزة تعمل آخر واحدة كده. هتعملي واحدة لوحدك؟ ثلاثة. يلا حط. كأنك بتزرعيها. أيوه. الله عليك، ايه الحلاوه دي؟ شوف هي عملتها ازاي. ما شاء الله. بصي بعدين تقولي لماما انا اللي عملت ده، قولي لبابا انا اللي عملت ده. انت عايزه تتعيني هنا في الله. خلاص صورك. ما خدش كده اديها هي اللي توديها عشان هي هت يلا. كفايه ولا لا؟ شوف حاجه تاني. شوف حاجه تاني. كل حاجة عملتها؟ مدرسة ولا ما في مدرسة؟ ده عمه كندرة. عمه دجندرة. دجندرة اسمه كده دجندرة. هو اسمه كده مش هو من بلاد تانية. اسمه نيم. كنزي. هذا الشيف دجندرة ودي كنزي. قولي له قولي له انت بتعمل ايه عشان هي بتتعلم. هو يعمل دخل السمك ده في الفرن. سمك. اديها الصاجه تمسكه في ايديها وتحطه في الفرن. يلا استنى. بص كده فرن اهو. هذا حراره. شوف السمك جوه بتستوي. ايوه. واحنا بنقلي السمك هنا جوه. تعال ما اوريك. لا اوعي ما تلمسيش حاجه هنا عشان في زيت وسكر اهو.
ايه شوف ايه دي؟ انت اتعورتي من ايه؟ حاسب يا دي جدرا. ايه اللي جابه هنا ده؟ هذا سودان. اه انا سوداني، انا مصري. تفكر انا من اهو ده الرز بتاعنا اهو، فاهمه؟ انت عارفه تعملي الرز الملون ده؟ اه نعلمك؟ لا بعيد. شفت شفت الفرن؟ بصي. لا لا ما تبصيش جواه عشان لا لو حبيت تبصي جواه تحبي تقربي منه، لو قربت منه هتتلسعي. وريها وريها وريها، يلا يا جيني يلا. ما شاء الله. ايوه ايوه ايوه.